النهارده يوم مهم جدا في تاريخ النادي الاهلي، يوم يترجم اللي المهندس عادل قاله احنا مش مشغولين بحد. الاهلي لولا طبق هذه القاعده وانتهج هذه الفلسفه في القرن الماضي ما كانش زي النهارده في 2001 وقف الكابتن صالح سليم في احتفالية الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرج يتسلم جائزة نادي القرن العشرين في أفريقيا. ده الأهلي اللي ختم القرن اللي فات بهذه اللقطة التاريخية المحفورة في وجدان الأهلوية. هنسمعها ونفكر المهندس عادل بحاجة يحكي لنا قصتها. سيداتي سادتي، honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز وهذا اللقب في ألف يوم. presentation of the same honor. كابتن صالح الله يرحمه، إيه الكاريزما دي يا إبراهيم؟ يحلم إنك أنت القرن الجديد ينتهي ونيجي نحتفل هنا بالأهلي. آه والله كابتن صالح وكأنه كان يستشعر أنه قد آن الأوان أو قد اقترب. دي صورة أنا عايز أقول لك مين اللي موجود فيها. اللي على اليمين خالص دول اللي جنب الكابتن الخطيب السفير ياسر مراد اللي اتعرفنا عليه وهو كان في السفارة وقتها، الرجل الثاني في السفارة، وعطيها شقران حبيبك بتاع المستشار الإعلامي المستشار الإعلامي اللي جاي من هيئة الاستعلامات وشركنا في كل الإيفنتات الكبرى. صحيح. وأهمها احتفالية المئوية. وطبعا ربنا كرمني جدا جدا الكابتن صالح، يعني طلب مني أن أصطحبه في هذا المشوار عشان أعتقد كنت أنت في نادي الجزيرة. أنا كنت في نادي الجزيرة، وهو يعني أنا اتكرمت يمكن الحمد لله في النادي الأهلي أكثر من مرة، لكن هذه اللقطة مثلا ها وهذه الدعوة هي دي بيقولوا إيه الدكتوراه بتاعت التكريم بتاعته. لحظة، لأنها جاءت بدون إعداد ولا ترتيب ولا توقع، وجاءت في وسط ناس بيقول لك كابتن صالح زعلان من عدلي، وأصل كابتن صالح مشى عدلي، وفجأة الراجل يقول لي تعالى معايا المشوار ده. واخد بالك؟ ورجعت من المشوار ده وانا مش عارف انه بيقول لي كده عشان عايزني ارجع النادي الاهلي، اسعى في حلم النادي الاهلي في تحويله الى الاحتراف الحقيقي وتحويل التسويق الرياضي والتعاقدات الى شركات، المشهد اللي احنا عايشين. وعشان كده بقول لك احنا مشغولين باهداف بتتحقق. يعني انت لما تشوف كلمه الكابتن صالح بيقول لك نيجي كمان 100 سنه وتضج. طب ايه اللي على ارض الواقع النهارده؟ على ارض الواقع الجدول التراكمي للتصنيف في نادي القرن، القرن اللي فات مع القرن الحالي. بصوا يا جماعه، الاهلي نهى القرن الماضي كان كام نقطه؟ الجدول الجديد اضيف اليه بقى، اصبح الاهلي بالتراكمي بين القرنين 145 نقطه، الثاني الترجي 90 نقطه، مازيمبي 83، النجم الساحلي 77، الزمالك 75. يعني بصوا الزمالك نهاية القرن اللي فات كان هو الثاني، تراجع إلى طيب القرن الجديد لوحده منفصلا. دي علشان نم اطمئنن يا كابتن صالح عليك رحمة الله. ها هو الأهلي اللي حلم به الكابتن صالح سليم في جوهانسبرج إنه ينتهي القرن والأهلي الأول. الأهلي حاليا في القرن الجديد الأول ب 105 نقطة، الثاني الترجي 63 متساوي مع مازيمبي، والنجم الساحلي 58، والوداد البيضاوي 44، والزمالك 38. ده خلاصة فكرة العمل والتركيز في الشغل وتحقيق الأهداف وإن أنت تعمل اللي عليك. وده اللي أنا عايز أقوله، يا تتكلم يا تنشغل بالتحفيل وتعتبرها بطولة وسهله جدا وليها ناسها، واخد بالك؟ ولو كان للتحفيل جوائز كان السلطان وفار والفار بتوع ساعة قلبك غيرهم كانوا خدوا محفلتي القرن، يعني لقب نادي القرن في التحفيل، لانه كانوا اساتذه يكلموا بعض يحفلوا على بعض.
ولكن التحفيل انا بعتقد انا بس عايز ارجع اقف عند الصوره للكابتن صالح والكابتن خطيب والمهندس عدلي مع وسام نادي القرن، لان هي ديت بتختزل يا جماعه مشوار طويل جدا. كابتن خطيب كابتن صالح بيتسلم الجائزه، كابتن الخطيب كان بيكرم في حفل الاتحاد الافريقي من اساطير الكره الافريقيه، فبصوا كانه بيسلموا المسؤوليه. كانه الله. الكابتن صالح بيسلم الكابتن الخطيب وسام المسؤوليه اللي جايه عشان ينتهي بينا ربع القرن بس تقريبا. بس انا عايز اقول اللي في الصوره دي الكابتن الخطيب السفير نائل على راس جبر. القرن يا استاذ ابراهيم السفيره نائلة جبر كانت كان في 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 جنوب افريقيا سفيره لمصر اسمها نائلة جبر. كانه الكابتن صالح بيقول له سلمتك الاهلي وهو نادي القرن اجيال، فيحافظ على يحافظ للنادي الاهلي على صداره انديه القاره حتى الان، بل انه يصل الاهلي الى مصاف العالميه وينافس كبريات الانديه العالميه على الاعلى تتويجا في العالم. هو ده النادي الاهلي وهي دي فكره الاجيال اللي بتسلم بعض.